السلام عليكم الإخوة المتابعين الكرام. أنا في الحصة 47 بإذن الله. مازال في الأخر في الخدمة اللي درنا في الحصة السابقة شدان وكيفاش نتخلصوا منه وبالكونتر أتاك. المهم بحال اللي بنا الميلا في الأخر خارج لاصال على برا كيفاش غادي يفك ويدافع على راسو. كاين بزاف ديال لي سيتياسيون وخا هادشي اللي كنديرو حنا راه كاين اللي ممكن تلقى شي سيتياسيون وتوقع لك شي سيتياسيون بحال هادشي اللي ما درناش حنا كاع ما تخيلناش. المهم بنادم يكون عنده الباكاج مزيان يكون كيخدم مزيان يقدر يفك راسو اي سيتياسيون طاح فيها غادي يفكها ان شاء الله بسم الله على بركه الله. الاخوه المتابعين اليوم غادي نخدمو يكون مورايا يعني باش غادي ما كنشوفوش كنتمشى مثلا انا كنتمشى هو جا مورايا وباغي يشد فيه صافي هادي هذاك النهار درنا كيفاش غادي تفك الدور عنده وتفك مثلا غير بحال هكا تفك ولكن مزيان مزيان الا ضربتي شي حاجه الاول ضرب واحد رجع اثنين وتهود ضروري فهمتي على الاقل واخا مثلا دير على الاقل دير هكا ما بانت لكش الضربه ديال اليد عندك الضربه ديال رجل عندك هنا الجناب ها تقدر تطيح وديريك واخا جبر فيه ولكن او في اللون خص ضروري تضربوا شي حاجه عاد صافي مثلا كتكون كتمشى انا كنتمشى انا ولا جالس انا على على خصك تدور معاه ديريك ضرب مثلا ها تولو واخا ما شديتيش دابا شحال من حاله درنا شي ثلاثه ديال الحالات قلنا الدور نضربو مثلا مش معاه بالياج او تطيحو وتكمل عليه. الحاجه المهمه في هذه المسائل هادو كاملين خص الخفه باش تفكر راسك خصك الخفه خصك في ساعه ما عندكش الوقت باش تفكر الا مثلا عنده شي حاجه السلاح الابيض ولا عنده شي حاجه راه خصك ضروري تفكر راسك بلا ما تشوف فيه شنو عنده ولا ما عندوش ولا شنو ما عندوش خصك تفكر راسك الاول. هادي صافي راه درناها نديروها من هاد الجهه هنا كيف قلت لكم الدور ضرب والاخر ماشي تقدر دير ليه تقدر دير هنا دير بالياج تكمل عليه شي شي يا بزاف ديال المسائل كل وحده واسهل اسهل اسهل حركه باش غير الدور معاه ضرب اسهل حركه ها اسهل حركه صافي ما تمشي البالياج لاخاطش هو عنده واحد يد مشغوله هذا الا ما عندوش الاخر السلاح الابيض الا عنده السلاح الابيض خصك تك دير ترد الحساب على هذيك الاخر دير الحساب على هذيك اليد الاخرى ماشي واحد الحاله اخرى هي هذيك اللي غادي فيك هنا بالعمود ديالها في العمود هادي هنا حنا درنا غير بواحد اليد مثلا امشي هنا خصك تزير فيه الساعه ضرب الوكود هنا ها تعاود هنا ضرب هنا صافي الا بغيتي دير الوالياج ها الوالياج تزير عاودوا غير شويه غير يفيكسك هنا خصك تضربو هنا تقدر تضرب تضرب بالراس هنا لتحت كيف قلت لكم ها تمشي وتمشي لواحد البيت ترجعي حتى لهنا صافي دابا نديروها شويه بسرعه واه اي يا خصني نفيكسيه غير غادي نفيكسيه ها ونكمل عليه ضربت ليه الكوت صافي مشى نديرو عاوتاني واحد الحركه اخرى يزيرني بيديه بجوج بيديه هنا هنا هذاك النار ودخل تقدر تمشي غير الصباع هنا غير الصباع ما نزيدلوش ولكن حتى هذه فيها الضرب شد هنا هذه بالراس ها بالراس وعندك رجلي هنا ودور معاه غير المهم غير تضربو غادي يطلق الا ما طلقش تمشي عنده ها تيحو كاع النار وتيكسيه غير بوحدي ما دير حتى مجهود نديروها شويه بسرعه سي فوزي نقص حتى شويه الراس هنا ضرب هنا وطلق البالياج هادو شويه كيكون كتكون لاصق تقريبا ما كيكونش عندك اتساع هادي اسهل حاله ويمكن هو يبعد راسو درتي هنا ما درتي والو تخويلو هنا ها غادي تخويلوها غادي يطلق شتو راه كيطلق في الساع ها تخويلو هنا ها تقدر اي حاجه ديرها صافي لحقاش هو عنده يديه مشغولين شدو غير بيدي ولكن خصنا يكون حتى هو عنده شويه زياره
دير بحال اللي تفعتي فيها. كاين واحد الحاله اخرى دابا ندير وحده غادي يشدني ماشي غير بواحد اللي يزيرني بجوج يدين بحال هكا. هادي راه ماشي بحال الاولى ولكن هادي اللي مزيانه باش تحيد لا غورج ديالك. هادي تخلو هنا تخلو هنا زو اوترمي وتكمل عليه طبيعه الحال. هادشي اللي غادي يفكك لحقاش باش تحيد له اليد هنا باش تحيد له بعيد عليك ما تقدرش تحيد له وعنده جوج يدين وغادي يكون الاخر ولا شي واحد صحيح راه صعيب. اذا خصك لا بدا ما تخلف ها هذه هي الحاجه الوحيده اللي عندك تدوها وتشدو هنا وترمي لا ودير داك الشيء اللي بغيتي. من بعد الا بغيتي تشدو في اليد زيرو غادي تزيرو وتلعب فيه كيف بغيتي. ديروها بسرعه المهم الخفاء الاخوان هذا الشيء الوصيه الاولى هي الخفه وما خصش بنادم يدهش باه الا حيله زيرك هنا في لاكوش تاخي تضرب غادي ابدا ما غادي تلف. ولكن الا كيخدم هذا الشيء مزيان شحال ما خدمو مزيان يقدر يفكر راسو. المهم الا والو قاعد بنادم تلف خصو يضرب ملي غادي يضرب غادي يدير شي غادي يضرب بشي حركه غادي ينقص له الاخر كيف كنقول لكم ديما نقسم الكونسنتراسيون ديال الخصم ديالو سواء في لازال مثلا كيتعلم ولا على برا صافي. نديروا واحد الشده اخرى هذه باش نختموا الحصه ديال اليوم. هذيك غالبا كيف كيديروها النساء الرجال كيديروها النساء باش يشد باش يشدوا على هي الشده هنا هنا باش يشدك الراجل عارف حتى انت عندك اليد الاخرى راه هنا الا زيرك هنا راه حتى انت الا زيرك مزيان ليك انت تجبدوا باش تضربوا الا زيرك هنا راه هو كيتعدى على راسه فهمتي كيتعدى على راسه ماشي ندير له البالياج صحيحه كيتعدى على راسه ولكن انت كيحفو مثلا دير هنا هنا راه بواحد اليد ساهله دور له غير هكا يمشي ها هنا سير دير له غير هكا يطلق لعقاش نديرو حنا واحد خدام الحديد من هذوك الناس اللي غراض بزاف ضربوها ضربوها يطلق ها دير هنا اليد الاخرى ضربوها شتي زير داكشي اللي قضيت عليه غير ضربو هنا لعقاش هذوك لي ميسك ديالو ها صافي دير داكشي اللي بغيتي وتولي عندنا ها سير ها الا قدرتي دو ها شتي ها دير فادي نجي عند هادي دابا هاديك هنا ها الا جاك هنا راه مزيان ها ما كتزيد صافي ها انا هنا بلا الا دير هكا بلا ما تضرب الاول بحال مثلا النساء اللي ما كي ما قادينش مثلا خاي كيخافوا ولا باش تكرسها ما جات ما جاتلهاش هادي خصها تضرب الاول ضرب ضرب هنا ها هنا غتهرسو ها بالاخر الى عندها الاخر الطالون مزيان هذوك الاخر الصباط ديالهم ضربونا والطالون هنا رجل. المهم دير شي حركه غير شتيها دير شي حركه الى شي وحده كتريني راه سهله القضيه نمشي له هنا نضرب هنا جيب يديها وتكمل عليه وتكمل عليه صافي دير له بالياج وتالي اوس سي فوزي كنلعبوا عليه شويه هنا وخصو اش غادي نديروا له هنا خصو يتعلم حتى هو خصو باش يساهم على حاش خصني واحد البارتنير نخدم معاه هو كل عصا انا كنخدم. كيف شفتوا الاخوان الحصه ديالنا هاد الحصه ديال دابا هاد الايامات فيهم الحركه فيهم الحركه فيهم الجديد فيهم المسائل اللي كتعلق بنادم على برا باش يدافع باش يدافع على راسو الا بغينا نسميوها الدفاع عن النفس فهمتي. غالبا كتكون ديك الشده كتكون على غفله بنادم ماشي كيهضر معاك كيشد عاد كيهضر معاك كيشدك باش يضربك اول حاجه ولا كيشدك باش يجريك مثلا باش يدير لك شي حاجه ولا باش يضربك شي حد اخر راه كاين هذيك الشده اللي بحال هكا يشدك باش يضربك واحد اخر غادي كاين هذيك مزيانه الا كان جوج الناس هو غادي يشدك غادي تسند عليه وغادي تضرب له غادي تفكر راسك من هنا حتى الحسين الجايه ان شاء الله. خليناكم على خير وكنشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.